هنرجع تاني نملى النهاردة قصر الاتحادية وقصر القبة وقصر عبدين وميدان التحرير، وكمان هنرجع نروح بكثافة النهاردة عند مقر الحرس الجمهوري. لازم يبقى في ناس كل الشعب المصري هناك موجود النهاردة يقول له انه يجب الا تتحرك او يجب عليك ان تتحرك للقبض على هذا الشخص فورا بتهمة الدعوة الى قيام حرب اهلية. هذا الرئيس لم يقدم حلا بل زاد الامور تعقيدا. اعتقد ان الدماء التي تسيل الان تجعل الحتمية والواجب على القوات المسلحة أن تتدخل لحق دماء أبناء الشعب المصري. الحكومة والمحكمة الدستورية العليا يجب على هذه المؤسسات جميعا. رأي الخطاب إن هو ولا قدم ولا أخر أي حاجة، بل بالعكس زود الجافة عند الناس انها تنزل اكتر عشان تسقط الرئيس مرسي. واحنا واقفين بالتحرير عشان نسقط الرئيس مرسي. الإخوان مالهمش أمان، بص شوف الثورة يا